بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع درس جديد مهم جدا وهو لو بارتيسيب باسي. من الدروس المهمة جدا في الفرنسية هو لو بارتيسيب باسي. لماذا؟ لأنه كيتستعمل بزاف وغادي نشوفوا الاستعمالات ديالو. أولا، فاش كيتستعمل بارتيسيب باسي؟ شنو هي الغرض من بارتيسيب باسي؟ دونك عندنا ثلاثة ديال الأشياء فاش كيتستعمل. أولها كيتستعمل في تشكيل لي طون كومبوزي، الازمنه المركبه، لي طون كومبوزي لي يعني مهمين بزاف لا كونجيزون. مثلا الي طومبي، اي طومبي سان طون كومبوزي، ولكن فين هو البارتيسيب باسي؟ هو هذا طومبي، هذا بارتيسيب باسي. اذا دائما كيدخل في لي طون كومبوزي، اذا خصنا نعرفو، لان لي طون كومبوزي هما لا كونجيزون. مثال آخر، إلى فيني سون ترافاي، أ فيني أن طون كومبوزي، هذا لو باسي كومبوزي بالضبط. فيني هو لو بارتيسيب باسي، هو كذلك كيستعمل هنايا أفيك لوكسيليير أفوار ولوكسيليير إتر في الأول. ثانيا، فاش كيتستعمل عاوتاني؟ كيتستعمل فاش في لا إل سيغ أ كونستخويغ لا فوا باسيف. كيتستعمل ايضا في لا فوا باسيف. شنو هي لا فوا باسيف؟ مازال اللي ما قراهاش غادي يقراها، سهله، غنعطيكم مثال منها وتفهموها. مثلا مامون بريبار لو ديجوني، حنا بغينا نبداو بلو ديجوني، نردو هو سوجي. اش غادي نقولوا؟ تنقولوا لو ديجوني اي بريباري بار مامون. دونك لو ديجوني ولا هو السوجي. هنا عاوتاني بريباري لو بارتيسيب باسي يدخل عاوتاني في لا فوا باسيف، دونك فهو ضروري باش نعرفوه. شنو هي الحاجة الثالثة اللي غادي تستعمل فيها لو بارتيسيب باسي؟ دونك قلنا في الأول لي طون كومبوزي، قلنا في الثاني لا فوا باسيف. باسيف دابا إل سيغ كونستخويغ بوكو دادجيكتيف، يعني كيتستعمل عاوتاني بزاف في تشكيل بزاف ديال لي دادجيكتيف. مثلا Il est assis sur la chaise. Il est assis sur la chaise. Assis, ra fi nafs l'waqt adjectif wa fi nafs l'waqt aidan huwa participe passé. Adjectif ou participe passé dial le verbe asseoir. Le verbe asseoir. Huma donc fash kitstamel. باش غادي نرجعو نديرو ان بتي ريزومي فاش كيستعمل، لانه ضروري تعرف هاد الاستعمالات الثلاثه. غادي نعاودوهم، يلا واش تقدو تعاودو معايا باش نعرف واش متبعين ولا لا. البارتيسيب باسي كيستعمل في ثلاثه ديال الاشياء. اولا في لي طون كومبوزي، غادي نشوفو كل واحد بوحدو. ثانيا كيستعمل في لا فوا باسيف. ثالثا كيستعمل في بزاف ديال لي زادجيكتيف. بزاف ديال لي زادجيكتيف سون دي بارتيسيب باسي. تري بيان، كملنا هادشي. هذا غندوزو للباريتيا الثانيه ومهمه بزاف، لكن قبل من داكشي كنتمنى انكم تدعموا القناه وديروا تشترك في القناه ديال اشرف يدي، دير تشترك وضغط على البوطون ديال السبسكرايب ودي تعطينا ان بوس بلو. ان بوس بلو هو اللي والله يرضي عليكم، وباش نكملوا الدرس. شكرا جزيلا. دابا كيفاش غادي نفهم لو بارتيسيب باسي؟ كومون ابروندر لو بارتيسيب باسي؟ هنا فين كاين الدرس فين مهم بزاف. غادي نعطيكم واحد التقديم الى صبرتوا شويه، ولكن مهم جدا. كيسكو لي طون كومبوزي؟ قبل ما غادي نهضروا على لي طون كومبوزي خصنا نفهموهم بعدا شنو هما. كاين عندنا في الفرنسيه سبعه ديال لي مود، اولها لانديكاتيف. لو مود انديكاتيف فيه جوج ديال لي طون، طون سامبل لي طون كومبوزي. لي طون سامبل فيه اربعه، بريزون، امبارفي، باسي سامبل، فيتور سامبل. متاكد انكم كتعرفوهم، وهذا هما لي طون اكثر استعمالا. لي طون كومبوزي المقابلين معاهم كذلك اربعه، باسي كومبوزي، بلوس كو بارفي، لو باسي اونتيريور،
وشنو اخر الفيتور اونتيريور اربعه مقابل اربعه هادو خصك تحفظهم باركور هذه هي لا كونجيكسيون هادو هما الاكثر استعمالا دابا غادي نشوفوا غير لي طون سامبل دابا فيهم جوج الكلمات سوجي زائد لو فيرب كونجيكي مثلا جو بورت مون كارطابل سوجي جو هنايا او لو فيرب هو بورت واش كاين بارتيسيباسي هنا لا ما كاينش البارتيسيباسي اذا غادي نحيدو هادشي كامل ديال لي طون سامبل وغنحتفظو نشوفو لي طون كومبوزي فهمتو دابا في كاين لي طون كومبوزي في لو مود انديكاتيف اي طون في هادو اي طون في هاد لي طون كومبوزي كنلقى فيه السوجي اوكسيليير افوار لو اتر والبارتيسيباسي مثلا جو سوي طومبي جو هو السوجي دابا لوكسيليير هنا في كاين المشكل هو لوكسيليير ثم كيجي لو بارتيسيباسي هو اذا لي طون كومبوزي فيهم لو بارتيسيباسي نحتفظوا بنفس المثال جو سوي طومبي هذا الاخير هذا هذا الاخر ديال طومبي هو لو بارتيسيب باسي دابا اللي مهم هنايا في هذا الدرس هذا هو هذا الحرف الاخير اشنو هو اللي غنديروا واش او اكسون ديما ولا كاينين شي حروف اخرين وباش كنعرفوهم واش كنديروا عاوتاني شي حروف اخرين من مور هذيك اكسون ولا لا دابا غادي نعرفوا بان الفرنسيه فيها ثلاثه ديال لي جروب تروا جروب جروب بريمير جروب تي سالي بي او ار دوزيام اي ار تروزيام بي او ار اي ار ار او كتعرفوا هادشي هذا معروف خص اي واحد يعرفو دابا البرومي جروب اللي كيسالي بي او ار بارتيسيباسي ديالو كيسالي دائما باكسون مثلا مونجي ديال لو فيرب مونجي كاشي ديال لو فيرب كاشي دابا دوزيام جروب اللي كيسالي بي ار هو كنحيدو لي ار وكتبقى اي اذا اي هو الحرف الاخير دائما بحال فيني بحال فرونشي دابا تروزيام جروب لي بارتيسيب باسي لي فيه بزاف مره كيسالي بي مره باكسون مره باي مره بتي مره بي اس مره باي تي يعني بزاف ديال لي تيرمينيزون في لو باسي ما نعطيكم امثله باش تعرفوا بانه كاينه اون فاريتي بزاف ديال لي بارتيسيب ديال الحروف في الاخر دوفونيغ كتعطينا دوفوني بي الي من طبيعه الحال تعطينا الي باكسون بارتير كتسالي بي بارتي دابا اوفر اش غادي نقول اوفخير غادي نقولو اوفر سالات بتي فير في بي تي كومبري كومبروندر كنقولو كومبري بي اس اكخير سالات بي اكري اي تي شوف هاد اي تي اللي كاينه في الاول ها هي هادي دابا اللي هنايا دونك مره كل مره كي ولكن الا حفظتي هادو راه مزيان دابا غادي نشوفوا لاكور دو بارتيسيب باسي غير كيخلعوكم هاد الكلمات هادو لاكور شنو هي لاكور سي ريان شي حاجه اللي هي بسيطه شنو هي لاكور هي فاش كندير دوك او اكسون داك الحرف الاخير في بارتيسيب داكشي اللي كنزيدو عليه مره كنزيدو او مره اس مره او اس مره او مره او اس اذا غادي نشوفوا دوك جوج الاولين اللي قلت لكم عقلوا عليهم لا فوا باسيف وفاش كيكون بارتيسيب باسي عاوتاني بحال ادجيكتيف الا كان هو ادجيكتيف واش كيكون لاكور ولا لا واش كنزيدو هاد الحروف ولا لا نعم كنزيدوهم إليا اكور اون جونغ اي اون نومبر هاد اون جونغ شنو هي واش مذكر ولا مؤنث يعني واش سينغولي واش ماسكولين ولا فيمينان اون نومبر واش ماسكولين واش سينغولي ولا بلوريال ولا مذكر اولا يعني جمع مثلا لا فيون اي مونجي بار لو ليون مونجي شفناها او سالات بو هذا هو البارتيسيب باسي علاش درنا او لاقاش كنقولوا لا فيون سوجي هو فيمينان سوجي فيمينان داكشي علاش درنا او في الاخر دابا غادي نشوفوا لي بال سون غاماسي بار لا في دابا لو بارتيسيب باسي هو غاماسي شوف علاش زدنا او اس ها هو هذا هو لاكور او اس علاش زدنا او اس لي كنقولوا لي بال كنقولوا لا بال والجمع ديالها لي بال فيمينا اولا ثم بلوريال جمع مؤنث الى رجعنا لادجيكتيف الى كان بارتيسيباسي ادجيكتيف بحال اي سون فاتيغي هذا فاتيغي هو لادجيكتيف و بارتيسيباسي في نفس الوقت زدنا ليه اس علاش لان السوجي عنده اس لانه سينغولي موفر نو لانه ماسكولين مذكر وشنو اخر بلوريال او جمع مذكر
الجمع. دابا غادي نشوفوا لي طون كومبوزي، قلنا جوج، دابا غادي نشوفوا لي طون كومبوزي باش غادي نساليو ثلاثة اللي كتستعمل فيهم بارتيسيب باسي، باش يكون عندنا لوكسيليار اتر. دائما كنديروا لاكور، هادوك الحروف اللي كنزيدو في الاخر ديال بارتيسيب دائما كنزيدوهم اكزومبل باش كيحتاجهم الامر بطبيعة الحال. مثلا ما مير اي فوني، ما مير اي فوني، زدنا او كما شفنا في الاول او لان عندنا ما مير فيمينا سينغولي. الا قلنا لم مير سون فوني غادي نزيد او اس لان هذا فيمينا كنقولوا لا مير، وكذلك يعني جمع بين المؤنث. دابا غادي ندوزو لافوار. الا كان افوار لو فيرب مصرف بلوكسيليير افوار ما كايناش لاكور الا في حاله واحده غادي نشوفها في الاخر، عقلوا عليها مزيان، حاله واحده. دابا ما كاينش لاكور، نعطيو مثال ما سور اريوسي، واش كاينه او هنا؟ نورمالمون خصها تكون او، ما كايناش لان عندنا لوكسيليير افوار، بالرغم من ان تنقولوا ما سور مؤنث خصنا نزيد او لو كان لوكسيليير اتر، ما درناهاش لانه اوكسيليير افوار، مصرف اوكسيليير افوار. مي هذا هو الشرط اللي قلت لكم، الحاله الوحيده اللي تيكون فيها لاكور واخا يكون عندنا لوكسيليير افوار. الا كان سي او دي لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي بلاسي افون لو فيرب، الا كان كومبليمون دوبجي ديريكت كاين قبل من لو فيرب، ساهل هادشي هذا كاع ما تخلع. نعطيك مثال لي فخوي كو جي مونجي. دابا علاش درنا اس هنايا واخا عندنا لوكسيليير افوار درنا اس، درنا لاكور، لان لي فخوي الكومبليمون دوبجي اللي هو لي فخوي سابق لو فيرب، داكشي علاش زدنا اس، تفهمنا؟ دونك الكومبليمون دوبجي الا كان قبل كنزيد اس. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ما تنساوناش من بوس لو لايك يعني، وتشاركوا في القناه، او يعني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه، والى كان ممكن تبارطاجيو. وشكرا جزيلا لكل واحد، والى اللقاء.